الان متابعينا للانر في بنشوف عمليه قسم الشاشه كيف بتتم اذا بدك تفتح تطبيقين بنفس الوقت. هون مثلا تطبيق الصور، هون تطبيق الكالندر، وممكن فتح يوتيوب وكيف مع واتساب في نفس الوقت في الانر ماجيك في. اكثر شيء عاجبني في الهاتف صراحه الشاشه الاماميه، يعني بتلبي الحاجه بشكل كامل، ما في داعي للشاشه الداخليه. يعني الشاشه الداخليه للاستخدام عن يعني مثلا مشاهده افلام، فتح تطبيقين، لكن الشاشه الاماميه كبيره ومش صغيره ومش محصوره او مش مثلا في نحافه فيها، لا شاشه مثل اي شاشه هاتف ذكي عادي، لكن عندك الخيار لتحويله الى تابلت عند الحاجه. طبعا الهاتف بسكر بشكل كامل. هذا اللون بالتحديد بيجمع بصمات الاصابع. في اللون الجلد بتصور هو المميز، يعني من ناحيه القاء النظيف، لكن هاتف يعني بهذه الميزات يعني المفروض انه يتم شراء غطاء له، حمايه كل الاحوال. هذا الانر ماجيك في بصراحه هاتف مميز من انر.